باش لي النادي اللي بدو عفرها وش عارف شني شورك تكلم فيا قدام الباب ثوان يا راجل ليك وحشه ما عاد شفناك شبيك شبيك شو شو بين يديك انك قاعدين لين داب زيد يدك يزيدي ماشي ناخر اخبار بنتهم وانت عرس حاصل فيكم يا أهلا وسهلا تآنسني وتنور بيتي يا غالي هذه الساعة المباركة إن شاء الله لا من غير ما توصي توصل سالم يا غالي شن فيها حاجة من بيجي؟ يا قلبي يا حاج الفرحة مش واسعتني دوم الفرحة شن فيه فرحينا معاك وخي الغالي قال لي بنجي نتغدى عندك ياه هو هذا اللي مفرحك الحاجة الكبيرة توا خليني يا حاج ما تكلمنيش منمشي ننوض لبناويت يا بناويت نوضوا خالكم بيجي نوضوا يا حاج نوض عندي شوية حاجات ناقصيني بنوصيك عليهم السلام عليكم يا حاجة وينك؟ شنو تديري شنو؟ ندير في العصبان خوي الغالي يحبه يموت فيه ودير الطاجين حتى هو يحبه حتى أنا نحبه خيرك ما تديري ليش فيه؟ ندير لك فيه يا حاج كيف ما ندير لكش فيه؟ وما تديري ليش فيه كل يوم؟ شنو نديره لك كل يوم لين تكرها؟ أنا ننوع لك ونشكل لك يا حاج أنا ما نبيكش تشكلين نبيه كل يوم حاضر يا حاج المهم جبت اللي قلت لك عليه جبت ايه باه قمر نودي شوفي لك عك في الكوشة وشوفي صح الله المستعان خيرك ما قلتيش صحيت يا حاج صحيت يا حاج وسلمك جياء قمر نودي شوفي لك عك في الكوشة وشوفي صريطة يسيق في الجنان ويبخبخ في الشارع بسرعة خالك علي جيا ها شنو عندهم عيال الحاج حمادة يسيقوا ويبخبخوا شكله جايينهم خطابة خطابة خلينا نتصل بنجمة نتأكد ايوه يا نجمة لا خطابة لا شي هذا وخي الغالي جاي يتغدى عندي اليوم سلمك هاي السلام هذا شلي ندارتيه يا نجمة خيرك كنت قنينة توخي وقفطانك مش حلو اللي تلبسي فيه دي مع قنين عاد جاي خوي نستقبلها بقفطان الحاج ما تشيش احلى حرمني علي يا حاج ما عندكش خدمة ما عندكش شي ديرها خليني نوتي روحي أهلين بالغالي آنست ونورت أهلا وسهلا بيك شنهالك السلام عليكم هاي نسيب جيد يا حاج هذا شنو هو في العادة مش هكي لكن أشبه شن كان يدير كنا لاهين نضمه في جنان تعرف قايرة مناش فاضيين شن قلت لك تقول يا حاج يا أهلين وسهلين مرحبتين بنور العين صفرتك هك هذا ما جاب هالقفاص تفضل يا أخوي تفضل تفضل وخي الغالي الحاش حاشك صحيتي يا نجيمة علاش مكلف على روحك وين كلفت علي روحي هذا كله بعد فضل ربي من خير الحاج ربي دوم اهتاج فوق روسنا مش مقصر معانا في حاجة الغالي ما تحرجينيش يا حاجة هذا قليل في حقكم ولا انت تستاهلوا اكتر الحاج الغالي ما عندي كيف اغلاه حد في الدنيا هيا تفضل يا ابو نسيب هاي شني شورك تكلم فيا قدام الباب ثوان يا راجل ليك وحشه ما عاد شفناك شبيك شبيك شو شو بين يديك انك قاعدين لين داب زيد يدك يزيدي ماشي ناخر اخبار بنتهم وانت عرس حاصل فيكم